السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم، قناة شفاف شكو إبراهيم، التي هي منكم وإليكم. اليوم بفضل الله وبعونه غادي نقدم لكم واحد الدونات ديال الدراري الصغار، يعني شي حاجة معتبرة، يعني اللي بغى يدير المقادير قل من هذه المقادير وقل سميتو، يعني ماشي مشكل. اللي ما بغاش ما يديرش الحليب، يعني في هذه الوصفة ما يديرش الحليب غبرة او ما يديرش الحليب ليكيد. انا هنا عندنا الحليب غبره وعندنا الحليب ليكيد. غادي نشوفوا الوصفه ديالنا ان شاء الله. غادي خصني 1 كيلو ديال الطحين ان شاء الله، كيلو الطحين، 250 مليلتر ديال الحليب، الربع ديال الحليب دافئ. غادي خصني 100 غرام حليب بودره. غادي خصني 4 ديال البيضات. غادي خصني 140 غرام ديال الزيت، 150 غرام ديال السكر. غادي خصني 30 غرام ديال الملحه، 21 غرام ديال بودره كريم، 51 غرام ديال الخميره، وشويه ديال الماء دافي على حسب الطلب اللي غادي يخصنا ان شاء الله. بالنسبه للتزيين غادي تخصنا الفوندون راه كتباع، كتطفي في سطيلات. هاد الفوندون هي اللي كنديروا الكرواسون من الفوق، يعني كندوبوها حتى كترجع ليكيد بحال هكا. غادي خصنا لي تزيين بحال هاد الريوسه ديال الميكيات، وبحال هاد، المهم الزواق، هادشي ديال الدراري الصغار، هاد الزواق ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي خصني واحد شويه ديال الفريز، واحد شويه ديال الشوكولا، هذا لاروم ديال الفريز كونسونطري، يعني شويه ديال الفريز وشويه ديال الشوكولا ان شاء الله. غادي خصني بطبيعه الحال المولات بحال هادو، غادي نديرو دونيت ديالنا صغير، غادي نديروه صغير شويه. الدونات ديالنا غادي نديروه صغير ان شاء الله باش الاطفال ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا، غادي ناخذ ان شاء الله الباسينة كنديرو فيها الفرص، كنديرو فيها السكر، كنديرو الملح في جهة، كنديرو الفاني، ونديرو بودرة ديال الحليب. بطبيعة الحال غادي نديرو الزيت، ونديرو هاد البيض حتى هو، ونديرو الحليب. هاد المكونات كاملين كنجمعوهم بدون ايضا ما نديروش الخميرة والماء، تنعجنو شويه هاد لاباط ديالنا. غادي نشوفو ان شاء الله شحال ديال الماء غادي يطلب لينا. غنسدو الماكينه ديالنا، غادي نشعلوها. غندير شويه د الماء، غير شويه، نضيفوا الخميره ديالنا، 50 غرام ديال الخميره. وبطبيعه الحال الدونات ديالنا يمكن لينا نقليوها في المقله، يمكن لينا نطيبوها في الفران. انا غادي نديرها في الفران، هاد الوصفه يمكن لها تقلى في الزيت، يمكن لها دار في الفران. مرحبا، غادي نقلعوا عجينه ديال الدونات ديالنا اللي كتجي بحال هكا، كتجي شاده راسها. وغادي نخليوها ان شاء الله باش ترتاح.
نرشو شويه ديال الفرن، غادي نخليو العجينه ديالنا هي يمكن لكم ديروا نصف المقادير، لان هذه كونتيتيك شويه كثيره، كيلو ديال الطحين كثير اللي عنده عائله صغيره يدير غير شويه عجن، غير شويه يقدر يعجن الرابعه، يقدر يعجن نص كيلو، يعني بنصف المقادير قسمهم على جوج او قسمهم على اربعه، يعني كل شيء داك الشيء جائز ان شاء الله. والطياب كما قلت لكم، الطياب يمكن لنا نطيبوها في الفران، يمكن لنا نطيبوها في سميتو في الزيت، نقليوها في الزيت. عندنا جوج طرق ديال الطياب كلهم جائزين ان شاء الله. غادي نخلي العجين ديالي تيطريبوزا تيرتاح شويه عاد نخدمه ان شاء الله. كناخذ العجينه ديالي غادي نسرحها، نجيب كنسرحوا العجينه ديالنا باش نقطعوا منها الفورمه اللي بغينا بعد ما كنخليوها ترتاح شويه. والضانيت ديالنا اهم شيء اننا نخليوه يخمر مزيان باش يجينا خفيف ويجينا زوين. الا ما خليناش خمر مزيان راه ما كيجيش مزيان. هذه راه مهمه، الوصفه زوينه كلشي زوين، مي يقدر الانسان يخسر عند الخميره، الخميره يقدر تما كيخسر الوصفه ديالو. يعني نسرحوا العجين ديالنا حتى نكسبوا واحد لي بيسور قد هكا هكا تقريبا. دائما العجين ديالكم حركوه بحال هكا باش حتى الا بغى يتجمع يتجمع مازال شويه، باش ملي نقطعوه ما باقيش يتجمع لينا. هنا غادي ناخذوا البورت بياس ديالنا كما قلت لكم، غادي نقطعوا تقطيعات قد هادي، ماشي بياسات كبار، غادي نديرو بياسات صغار باش يجيو عضة وحدة وجوج، ديك الساعة الأطفال نوعو ليهم الأشكال ونديرو لهم شكيلات زوينين إن شاء الله. هاد الضانيت راه كتكال مزيان، الدونات راه كتكال مزيان، إيوا خلاص كيسميوها الدونات لي ما نورمالمون راه حنا خصنا نسميوها البيني. هاهي كنقطعها بحال هاد الشكل، هاهي هكا. هاد الحبيبات ها هما شتوهم، ما نلوحوهمش، غادي هادو بالضبط غادي نقليهم في الزيت، هاد الحبيبات الصغار، وغادي تشوفوا كيفاش غادي يرجعوا لينا ان شاء الله. يعني حتى حاجه ما كتضيع، هاد الحبات ديالنا نخليهم هكا مقادين، ونديروا الدوائر ديالنا مقادين بحال هكا باش تجينا الدونات ديالنا مزيانه ان شاء الله. هنا قطعنا شكل سامبل يعني ما متقوبش من الوسط، يعني باش ندير لكم بزاف ديال الانواع وديال الاشكال ان شاء الله. فهاد ديال الدونات ديالنا منوع اللي غادي يجينا، دونات ديالنا اللي غادي يجينا منوع ان شاء الله الرحمن الرحيم. دائما العجين ديالنا كنسرحوه حتى كناخذوا لي بيسور اللي بغينا، بعد ذلك كنهزوه لان العجين ديالنا كيتجمع، الا جاب الله ما خليناش يتحط كيما خصو يتحط. هنا غادي نقطعو تاني داك الشكل الاول، ها هو الدونات ديالنا كندخلوه للفران باش نخمروه، يعني غادي نديروه في الفران ديالنا باش يخمر. درتو ب 35 درجة، اليوم كاين الشتاء وبارد الحال، يعني غادي نجربو ان شاء الله. هانتوما تشوفوا درجة الحرارة، وخلي الفران ديالكم شاعل ما تطفيوش، لان الدرجة 35 راه ماشي درجة عالية،
يعني ما غاديش تاثر لينا على العجين ديالنا، غادي تخمروا مزيان. لا 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 لا، بالنسبه ديال الغاز، ديال الغاز ما غاديش تضبطوا الحراره بالحال، البلاصه اللي ما تضبطش فيها الحراره راه واعره القضيه. يعني غطيو الدانيت ديالكم بشي حاجه والدونات ديالكم بشي حاجه تخمر من الاحسن، ولا سخنوا الفران ديالكم غير شويه غير شويه واحد شويه ومسوه بحال هكا، الا لقيتوه كيحرق ولا شي حاجه راه سخون بزاف ما غاديش يصلح. مرحبا، هذا هو العجين ديالنا اللي كيشيط لينا، كنقطعوه دوائر صغار بحال هكا، واللي كنخويو من الوسط ديال لي دانيت صغار لي دونات صغار، يعني كنحيدوهم كنديروهم بحال هكا، وكنقطعوا داك الديبري اللي شاط لينا كنقليوه هكا كيتكال مزيان. انا غادي تشوفوا النهايه ديالو كي غتخرج ان شاء الله، غادي نديوه حتى هو يخمر في المقله. هاد لي ديبري ديالي باش نخليهم نقلبو. نديرو شويه د العسل، كنصوبو كورنا بحال هكا باش ما يتخواش لينا العسل بزاف، باش حتى هكا كندخلوه دوك الحبيبات اللي لتحت، انتما كتشوفوه هكا احسن كيجي العسل. كنوزعو العسل ديالنا فوق هاد الكريات ديالنا ديال الدونات، كيجيو رائعين. كنعطيهم للاطفال ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الدونات ديالنا ها هي خمرات، الكبيرة ها هي خمرات، غنديوها للفران. انا كنتسنى الفران ديالي سخن بما صوبت هادي خمرات قليتها دغيا، غادي تبقى لينا هاد الدونات الصغيرة اللي غنديرو ونرشو عليها شوية ديال حبيبات ديال الفيرميسيل، او ولا بغينا نديرو الشوكولات بنفس الطريقة ديال العسل نقدرو ندوبو الشوكولات، نديروها هكا بحال هكا. هانتوما كتشوفوا ان العسل متوزع مزيان على الحبيبات حتى الدخلانيات، انا هانتوما كندخل الكورنا ديالي ونعطي الدخلانيات، وهكا كندير واحد الكميه واحد المعلقه ومعلقه ونص ديال العسل، كتقدر ديرها كلشي لان العسل كيتخوى على شكل خيوط. شويه ديال الفيرميسيل، كنوزع عليها الفيرميسيل بحال هكا، شتي لان الاطفال كما كتعرفوا انهم كيحبوه بحال هاد الشي ديال الفيرميسيل، يعني كيجيهم رائع. هنو بالبيضة، صفار ديال البيض، واحد الصفرة ديال البيض، صفار ديال البيض، كنحركو مزيان كنديو به فوق دهن خفيف ان شاء الله، وكنديو هذا الشيء للفران ديالنا. كنديرو الدونيت ديالنا في الفران، درجه الحراره 170 درجه بالنسبه للفران ديال الضوء، بالنسبه للفران ديال الغاز كنديرو بعافيه مهيله، كنشعلو ليها من الفوق من التحت تقريب طيب عاد كنشعلو ليها من الفوق. ها هي غندير بلا فرفره، غادي نخدم الفران ديالي بلا فرفرة، غندير تقريبا 170 درجة. الدماغ كيخمر، الدونات ديالنا الدونات هو كيجي زوين، كنديرو ليه شوية د الفوندو بحال هكا، هادي راه فوندو، يمكن ليكم ديرو له الشوكولا في بلاصة الفوندو،
كنسقطروه شويه، كنخليوه يسقطر وكنحطوه فوق واحد الجري بحال هكا جرياج. كنستمر في هذه العملية، يعني اتنسيون ملي كتديروه خصكم ديروا ليه داكشي اللي خصنا نلصقوا فيه قبل ما يبرد لينا، لان الا مشى حتى يبرد ما بقاش غادي يشد فيه هاد الفوندون. الفوندون ديالنا غادي يشد فيه، ما حدو هو سخون هكا. كديروا ليه الفوندون مباشرة، ديروا ليه سميتو باش هكا يشد فيه مزيان. داك لاروم ديال الفريز ديالنا ديما كتبداو بالبيض ثم الروز ثم الكحل، باش ما حتى الا شاط لكم الفوندا روز يعني ما يطرى ليها حتى حاجه، الكحل هو الاخير. ها هي ملي كطيب كنخرجوها من الفرن، كندوبها كنجيبو باش نديرو الشكل الثاني ان شاء الله. هكا هكا هنا كنديرو نجمات بحال هكا فوق الدونات ديالنا. دائما هذا الشيء خصنا نديروه ما حدو سخون، ما حدها سخونه، لان غير نخليوها شويه ما يشدش لينا. هكا في البلاصه في البلاصه ديروا الزواق ديالكم باش يشد، لان الا ما درتوش ديك الساعه ما عمرو يشد لكم بحال هكا. سورتو في الفوندون الا درنا الشوكولا ما غتكون عندنا هذه المشكله بالضبط، يعني غادي يشد لينا مزيان. الا درنا يعني كلاص رويال حتى هو غادي يشد لينا دغيا، الا درنا الفوندون لا ما غاديش. يعني الفوندون احسن كتجي احسن في المذاق ديالك احسن من كلاص رويال ديال الشوكولا. كان نديروه من نفس الاناء، نفس الاناء داكشي اللي كيشيط لينا في الاخر، كنديروا ليه البودر كاكاو اللي وريتكم في الاول، كنديروا نفس الطريقه هكا. دائما كما قلت لكم كي تصوب وحده ديروا ليها باش تشد لكم هاد يشد لكم هاد الديكور، لان الا جاب الله ما درناش قبل ما يشدش لينا دغيا، كينشف دغيا يعني كيمشي ليه هاد ما كيشدش فيه بزاف. خصنا نديرو هكا ونجيبو نحطوه ونديرو عليه هكا هكا كارانتي يشد ماشي مشكل. هذا كنديرو ليه السكر كلاص، هذا السامبل كنخليوه سامبل ونزوقوه بشوية السكر كلاص من الفوق بحال هكا. يعني ها هو البلاطو ديال الدانيت ديالنا موجود. البلاطو تبارك الله فيه أربعة د الأشكال منوعين، واحد بالفريز واحد بالفاني وواحد بالشوكولا وواحد بالسكر كلاص. طبعا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال الدونات ديال الأطفال، خاص بالأطفال. نتمنى منكم تجربوه لوليداتكم راه غادي يعجبكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهو عجينة واحدة غير هي مشكلة بأشكال وألوان إن شاء الله. يعني درنا الفوندون اللي كنديروا الملف فيه، هي العجينة اللي كنديروا الملف فيه هي باش زوقناه من الفوق. نتمنى منكم تجربوا هاد الشيء. هاد الشيء راه كيتباع، هاد الشيء كيتباع في حكوكة صغر بحال هكا، كيتباع بحال هكا، كيتباع في باكيات بحال هكا. يعني نتمنى منكم ان شاء الله الرحمن الرحيم تجربوه لكم ولوليداتكم راه غادي يجي رائع. عندنا هاد لي بتي بياس صغار، هاد الشيء اللي شاط لينا في العجين ديالنا قطعناه على شكل كره دوائر وقليناه، قليناه كيرجع على شكل كرات جيد جدا للاطفال ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا طيبناه في الفران، هاد الوصفه كامله طيبناها في الفران، هذه قليناها في المقله. نتمنى لكم اوقات طيبه معنا في القناه ديالنا، ومرحبا بكم دائما وابدا
في قناتكم قناة الشفاف شكو إبراهيم التي هي منكم وإليكم، ونتمنى منكم ديروا جيم للقناة ديالنا، وتسجلوا في القناة ديالنا، والاشتراك في القناة ديالنا، الاشتراك في القناة ديالنا، لأنه إن شاء الله. وبارطاجيو الفيديوهات ديالنا، بارطاجيو الفيديوهات ديالنا في الفيسبوك مع أصدقائكم وأحبابكم إن شاء الله الرحمن الرحيم، باش الجميع ينضم لهذه القناة ديالنا اللي هي قناتكم إن شاء الله الرحمن الرحيم، واللي دائما كتقدم لكم جديدها كل يوم. والسلام عليكم ورحمة الله.